السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ستارز أماني. اليوم جبت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة وبحلة جديدة. جبت لكم راي بلدي زوين بزاف وصار تحضير تيجي زوين بالنسبة للوليدات اللي بغاو يديو المدرسة. احنا صايبناه باش نديو معنا المدرسة، تيجي صراحة زوين وكيجي تقيل كيف ما تتشوفوا. نتمنى انكم تجربوا وتضغطوا على زر لايك سبسكرايب بارتاجيو وتكومنتيو. فيلا معايا ودابا ندوزو المقادير. غنحتاجو اترو ديال الحليب، وغناخد منه نص كاس ديال الحليب، وغنحتاجو دانون فاني، غنحتاجو 4 المعالق كبار ديال سكر سنيدة، 3 المعالق كبار ديال نيدو، ونحتاجو ساشي فاني. ودابا ندوزو لطريقة التحضير. اول حاجة نبدا بها هي سنيدة. بسم الله على بركة الله كيف ما تشوفوا، وهندير نيدو وهنزيد ساشي فاني وهنبدا نضرب مزيان. ودابا درت الكاسرونة ديالي على نار هادئة وهنبدا نخلطو بمغرفة العود كيف ما تشوفوا. وملي نحس بان الحليب ديالي غلا هنطفي عليه. دابا خديت البول ديالي وخديت الحليب اللي خليت وناخدو دانون. ودابا ندوزو لطريقة التحضير. اول حاجة نبدا بها هي دانون. بسم الله على بركة الله كيف ما تشوفوا، وندير الحليب وهنبداو نضربو. ودابا هنخلي الخليط ديالي برد شوية، ومن بعد هنزيد عليه الخليط ديال الحليب ودانون، هنديرو في الكاسرونة كيف ما تتشوفو. منخليوش يبرد بزاف الخليط ديالنا في شوية، ونبداو نخلطو ونتلاقاو. دابا نبداو نصفي الخليط ديالي كيف ما تتشوفو، ضروري خاصنا نصفيوه ونتلاقاو. وبعد ما عمرت القرايه ديالي كاملين كيف ما تشوفوا، درت بلاطو ودرت عليه هذا المنديل هذا، ودابا هنغطيهم بهذه الطريقه هذه كيف ما تشوفوا، وهنزيد عليهم منديل اخر يكون ثقيل ونخليهم يتقالوا ونتلاقاو. وهذه هي النتيجه الاخيره ديال الريب ديالنا. خلينا تقريبا 6 سوايع هكا تيجي زوين بزاف وسهل التحضير. نتمنى انه يعجبكم وتضغطوا على زر لايك سبسكرايب بارتاجيو وتكومونتيو. باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.